جميل لا تزعل، هلا ببعث لك طارق بجيب لك ظرف ثاني. يا طارق اذا بشوف حبه التهاب بالبيت بنحر حالي من الوريد لعرق اللبن. لا حبيبي تقبر قلبي، لا تنحر هالقد. نسيت اسالك لمين هاي؟ هاي إليك من البارفان اللي بتحبيه. تقبر قلبي، اصل البارفان القديم رح يخلص، يسلموا ايديك. جميل؟ نعم. انت مو ملاحظ انه صدف كثير تكررت؟ انه صدف؟ يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم ذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان. المعنى؟ بيقولوا انه الصدفة إذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة. لك المعنى كملي. شو كملي؟ يعني إذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميلها؟ شكي بشو؟ كملي. شك إنه أنت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات تانية. الله أكبر! الله أكبر! خير بابا شو في؟ حررنا فلسطين؟ الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! شوفي ماما شو صار؟ مثل ما أنك شايف؟ الله أكبر! الله أكبر! شكوا شكوا! شكوا شكوا! شكوا شكوا! شكوا شكوا! الله أكبر! الله أكبر! شو ما بقي غيري عائل؟ الله أكبر! الله أكبر! قولي الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بيش! الله أكبر! عليهم! شكوا شكوا! شو اللي صار؟ ابو محمود، ابو محمود ليش مرعوب؟ انت ليش مرعوب؟ ولي شو اللي صار؟ ولي مين ضربني؟ مين ضربني؟ ولي هاي الاصوات جاي من بيت ابو طارق. شو اللي صاير عند بيت ابو طارق يا ترى؟ ها؟ معقولة يكون عندهم عزيمة؟ مو معقولة، صايمين، حدا من الولاد نجح؟ هلأ مو وقت فحوصة ليقوم أبو طارق رب حاله شي ورقة يا نصيب. معقولة لقوم لحق حالي بالحلوان. تصدقي قديش انا فرحت لكم من كل قلبي. الك كان لازم افرح لكم. مثل بيقول اذا كان جارك بخير بنوبك من خير وخير. وينو ابو طارق له بارك لوينو؟ ولي هربوا. وين وين راح ام محمود؟ بدي بارك لابو طارق جار الرضا حبيبي. وعلى شو بدك باركي له؟ يوهنا علي كمان. شوفي هو التكتم بهيك موضوع مطلوب وضروري، بكره الغانم بصير يدق باب دارك بيكسر ايده وبيمده. وخدي على اسباب بقى بتقطعه للقلب، واحد بده يعمل عمليه لبنته، وواحد بده يفتح دكانه لابنه، وواحد بده يشتري سياره يشتغل عليها، والتاني بقى بده يعمر اوضه زياده ببيته، واحد ما معه حق مازوت، والتاني بده يشتري ثياب لاولاده. وحده موتت جوزها واولادها وكل قرايبينها، ما معها تاكل، وكل واحد بقى بيخترع لك قصه شكل. شي مزبوط وشي مو مزبوط بتحتاري، مين بدك تصدقي؟ ويا ريت تنقض على الاهل والقرايبين والجيران. وبكره يلي من عشر سنين اجتمعتوا معه بشي سهره بيعمل حاله من اعز اصدقائكم، وبيجي مشتاق بقى وملهوف لشوفتكم، وبيتذكر وبيتفنن بهديك السهرة الحلوة يلي قضاها معكم، وبيتمنى لو تنعاد كل يوم. ولذلك معك حق جارتنا انك تخبي وما تقولي، بس مو علي، انا جارتك وحبيبتك ام محمود يلي حرقت ايديها مشان تساعدك. ام محمود ممكن تهدي شوي لأفهم منك القصة؟ لك اذا انا هديت انت لازم ما تهدي يوم، لازم ترقصي وتغني شهر. لا يا شو شهر، سنه بحالها 365 يوم وربع. ام محمود ممكن تتعطفي علي وتتحنني وتفهميني شو اللي مفرحك هالقد لحتى عم تظل كثير مركزه الغطنه معي؟ لا
انا اللي لازم زلغت معك مو انتي. انا ولا انتي مو فارقه، بس فهميني شو السبب. انا اذا خبيتي عن البنايه والصايح كله علي لازم ما تخبي، نحن بيناتنا خبز وملح وحروقه. انا ما عندي شيء لا خبي لا عليكي ولا على غيرك. ماشي اوكي، انا بعدي لي لشوف. راح على بيتي انا زعلت. انتي حره. شو قلتي؟ اكيد عم تمزحي. هلا وقت هالحكي انت كمان؟ الله بيعلم اني انا فرحت لكم من كل قلبي لاني بحبكم، مستحيل انا ازعل منكم. اي تحبك العافيه. رجعتي تغشمي حالك؟ خلاص قلت لك انا مالي غريبه، واذا خايفه لا اطلع احكي للجيران. لا تخافي، سرك كبير غميق ماله قرار، ما حدا رح يعرفه ابدا. لك انو سر وانو بير، فهميني عن شو عم تحكي. لجوزك ما قال لي؟ اخص اخص على هيك رجال، بيهرموا نسوانهم وهن فقرة، وقت اللي بيصير معهم مصاري بخبوهن عنهم، بس ما له حق بنوب. شوفي ام محمود، يا اما بتحكي بالمشير معي يا اما الله معي، بدي فوت ارتاح. ايوه لك معقوله انت هنا؟ معقوله هالعراضات وهالهتافات؟ الله اكبر الله اكبر، بشقتك مالك حاسه؟ ام محمود وصلت معي لهون، اذا ما بتحكي الله معي. لك جوزك يا حوبي ربح ورقه يا نصيب. جوزي ورقة يا نصيب؟ ايه والجائزة الكبرى كمان. كمان الجائزة الكبرى. هنا ألف مبروك، زلغتي معي هنا مفتوحة أنا.